اليوم عندنا مناسبة عالمية هي يوم الصحة العالمي، ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية من عام 1950 تأسست. لكثرة الأمراض وتشعبات الأمراض خصصت الصحة العالمية، فكرت أنه تخلي لكل سنة تحتفل بمرض معين. هالسنة قررت أنه هي مو تحتفل وإنما توعي بهذا المرض، تحكي عن هذا المرض، تذكر الناس وتوعيهم من أجل من أجل الحفاظ على صحتهم، من أجل القيام بعدة مواضيع توعوية حتى الناس تتفادى مثل هالشكل الأمراض. هالسنة الصحة العالمية خصصت هذا العام وهذا الاحتفال وهذه التوعية لمرض ارتفاع ضغط الدم، هذا المرض اللي جاي ينتشر بين المجتمعات العالمية وخاصة المجتمعات العربية وبالأخص المجتمع العراقي. طبعا هي أسباب كثيرة لهذا المرض، يمكن قد يكون أهمها هي موضوع السمنة وهو مرض العصر. السمنة يؤثر بشكل كبير ومباشر على ارتفاع ضغط الدم، طبعا الحالة النفسية وما يمر بالبلد، مواضيع أو أمراض كثيرة لها علاقة بضغط الدم. مشكلة ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم اللي يعتبر من الأمراض الغير سارية مثل أمراض القلب، الالتهابات يعني كثير من أو التهابات طبعا الحنجرة، وكثير من الأمراض التي تعتبر غير سارية مثل مرض السكري. مرض ارتفاع ضغط الدم من الممكن أن واحد يداري نفسه، يعني مو مثل مرض السكري، السكري متعب جدا، لكن ارتفاع ضغط الدم من الممكن أنه أنت إذا التزمت بجدول معين بنظام غذائي معين يعني من الممكن أن تحد من إصابتك بالجلطات. المشكلة بارتفاع ضغط الدم أنه يؤدي إلى جلطات ويؤدي إلى وفيات ويؤدي إلى عمليات كبرى إذا واحد ما يعني أهمل هذا المرض. أهم نقطة من الممكن أن الإنسان حتى يداري نفسه من هذا المرض هو موضوع التقليل من الملح. إحنا معروفين العراقيين كلش نحب الملح، فإحنا عندنا طبعا يعني عدة نقاط حتى الناس تأخذ يعني فكرة عامة عن المرض، عن أسباب هذا المرض، اللي هي أولها ارتفاع أو الإكثار من تناول الملح. الملح هذا يؤدي إلى طبعا كثرة الماء في الجسم، وبالتالي يعني تؤدي إلى السمنة وتؤدي إلى أيضا مشاكل في القلب. فأول شيء هو أنه إحنا نستهلك كمية أقل من الملح. ثاني شيء إحنا اتبع نظام غذائي متوازن، وهاي المشكلة أنه إحنا بالعراق يعني دائما مهملين ودائما نأكل دهن ودائما نأكل وننام، وما عندنا يعني اهتمام بموضوع فموضوع السمنة ونظام الغذائي إحنا ما مهتمين به. النقطة الثالثة هي المداومة على ممارسة النشاط البدني اللي هي موضوع الرياضة. إحنا يعني من البلدان الكسولة جدا، العراقيين معروفين إنه إحنا كسولين جدا، لا نهتم بموضوع الرياضة ونعتبرها شيء ثانوي، ويعني حتى ما حاطينه بالحسبان. أيضا تجنب استعمال التبغ، وهي موضوع الجغاير، إن الجغاير أكيد تأثر على القلب وبالتالي يصير يعني القلب يضعف وبالتالي يصير بي يعني ضخ أكثر أو أقل وبالتالي يسبب عندنا ارتفاع في ضغط الدم. أيضا تجنب الاستعمال الضار للكحول، وهذا موضوع المشروبات الكحولية، وأعتقد إنه يعني هاي القضية تأثر على يعني جسم الإنسان بشكل عام. نحن نتمنى السلامة يعني بهذا اليوم، نتمنى أن كل الناس تروح بين فترة وفترة، يعني يكون ناس تحس أنه الدوخ توقع يعني حالات تصير به لكن هو ما يروح يراجع الطبيب. إحنا نتمنى أنه هناك دائما بين فترة وأخرى الإنسان يروح يشيك الضغط السكر، لأن إحنا نعرف إحنا يعني بالعراق كل ساعة يومية هبطة، يومية قصة، يومية موقف، فأكيد هذا يسبب درجة الحرارة أيضا المرتفعة. فنتمنى الفحص الدوري لكل شخص حتى لا واحد يروح يعني بعد فوات الأوان يكتشف أنه هو عنده ضغط أو ارتفاع بضغط الدم. طبعا الوراثة تعمل دور يعني أيضا كبير، يعني اللي عنده أهل عندهم ضغط الدم قد يكون أحد العوامل تساعد على ظهور ارتفاع ضغط الدم. أيضا ننصح الحوامل دائما مراجعة الطبيب المختص إلى موضوع هناك أنه يعني ارتفع ضغط الدم مع الحمل. نتمنى السلامة للجميع، ويعني كل عام وانتم دائما سالمين وبخير وصحه وسلامه. السلام للجميع.